اهلا بكم من جديد في فقره سهم قوس اخر فقرات برنامجنا. دخل الشتاء وبقوه، وفي ناس كتير بقى بتكسل، في ناس بيقول لك ايه الشتاء ده عايز اكل، عايز دفع، عايز تستخبى تحت البطانيه. الناس اللي بتروح الجيم قللوا قوي في الجيم، وانا واحد من الناس دي، ما تعرفش ايه السبب، ولكن تحس ان الشتاء فعلا بيجيب الكسل للواحد. ولكن هنعرف بشكل اكبر ازاي نتغلب على ده، ازاي نعالج ده، حاجات كتير جدا عن الصحه العامه للبني ادمين كلهم، الرياضي وغير الرياضي، هنناقشها مع الكابتن محمد الجندي، مدرب اللياقه البدنيه وبطل الكلاسيك فيزيك. نورنا يا كابتن. بيبقى نورك. ايه بقى في الاول كده قبل ما نخش بقى للجيم والشتاء والكلام ده كله، انا عارف ان انت بطل كلاسيك فيزيك، تكلمنا بقى عن اللعبه نفسها، انا عارفها بس عايزين نعرف الناس بشكل اكبر الكلاسيك فيزيك. بطولات البادي بيلدينج بتنقسم للثلاث اجزاء، كمال الاجسام او البادي بيلدينج اللي هي بيكون فيها مثلا زي الكابتن رامي، وبطولات الكلاسيك فيزيك هي ليها معايير مختلفه على الستيج، ليها لبس مختلف، ليها طريقه عرض مختلفه، وليها موازين برضو مختلفه على حسب طول الشخص. في فئه ثالثه اللي هي الفيزيك، بيكون ليها لبس مختلف وطريقه عرض مختلفه ومتطلبات مختلفه على المسرح. فده الفرق ما بين الثلاثه. الكلاسيك فيزيك بقى، انت بدات امتى اصلا القصه دي، وبدات تهتم امتى بانك لا تهتم بالبودي بيلدينج لا، وتحترف بقى ايه فئه من الفئات دي وتطلع على مسرح والقصه دي؟ انا بدات في 2016، ما كانش لسه في كلاسيك فيزيك. كلاسيك فيزيك اتعمل تقريبا في 2017، فابتديت كبودي بيلدينج. كان اول بطوله جمهوريه ليا تحت 23 سنه اخدت اول، وبعد كده ابتديت في الكارير بتاع الكلاسيك فيزيك. الكلاسيك فيزيك اقرب شويه للفتره بتاعت السبعينات، فتره ارنولد والناس دي، طريقه العرض بتاعتهم بيكون فيها كلاسيكيه ونعومه اكتر من البادي بيلدينج، فانا حسيت ان انا اقرب للفئه دي من البادي بيلدينج فكملت فيها. ارنولد عظيم، ارنولد جميل في الحته دي، اقوى دراع في العالم. يعني في ناس دايما تقول لك ارنولد احسن دراع تشوفه العين. لا، في ناس تانية دراع احسن، ولكن يعني هو في جيله كان من اعظم الناس اللي في الحته دي في الجيل بتاعه طبعا، لان هو فاز باولمبيا 7 مرات، والناس قليلين اللي عملوا الرقم ده. فهو فعلا من احسن الاجسام واجملها، لان كمال الاجسام في الفتره الاخيره بدا يفقد الجماليه اللي فيه ويتجه شويه ناحيه الحجم، فالفتره دي كانت جماليه فيها اكتر، وده اللي خلاهم عملوا فئه الكلاسيك فيزيك عشان يرجعوا شويه فكره ان في عضلات بس مازال في جمال في الشكل، مش ضخامه وخلاص. رامي الموضوع مختلف، يعني مستر اولمبيا الاحترافيه بشكل اكبر، المقاييس كمان. مستر اولمبيا الموضوع ممكن توصل لها ازاي، او اللاعب اللي بيلعب بادي بيلدينج ازاي يوصل لمستر اولمبيا في الحجم والمعايير دي؟ انت بعد ما بتاخد كارت الاحتراف تبتدي تلعب بطولات محترفين، كل اللي بتنافس معاهم ناس برضو معاهم كروت احتراف، فبتبتدي تجمع بوينتس على حسب مركزك في البطوله. بعد ما بتجمع عدد معين من البوينتس بتقدر تتأهل لأولمبيا وبتنافس فيها، بتكون حوالي من 20 ل 30 لعيب هما بس اللي بيتأهلوا فيها. طب في ناس انا اعرف ناس خدت كارت الاحتراف ما استغلتهوش، ازاي يستغل اللاعب مثلا اللي بياخد مثلا مركز في افريقيا، مثلا خد تاني او اول على افريقيا، فبالتالي بياخد كارت احتراف، ازاي يستغل كارت الاحتراف ده في انه يطور من نفسه، يحاول يشارك في بطولات بره؟ مستوى بطولات المحترفين مختلف عن مستوى بطولات الهواة، فانت لازم تشوف ايه نقط الضعف اللي عندك، ايه الحاجات اللي ممكن تشتغل عليها علشان تحسن منك. الموضوع مش معتمد بس على التناسق بتاع جسمك والديفينيشن بتاعك او درجه نشفانك على المسرح، العرض بتاعك في الكلاسيك فيزيك جزء مهم جدا من مكسبك او من فوزك، فانت لازم تشتغل على كل العناصر دي بحيث ان انت تكون في اكبر مستوى او افضل مستوى ليك عشان تقدر انك تتاهل وتنافس مع المستويات التانية. الاجسام دي طبعا في ناس طبعا بيبقى في مكملات وفي سترويد وفي حاجات كتير جدا، برضو عايزين نعرف الناس الطبيعي اللي عايز يحافظ على جسمه يعمل ايه، والقصه بتاعت البادي بيلدينج والاحترافيه دي هي اللي بتحتاج الحاجات دي، فتحب تنصح ايه برضو الناس في الهاويين القصه دي؟ بص، انا بيجي لي ناس كتير مثلا عايزه تبتدي سترويدز وعايزه تلعب بطولات، فانا بساله دايما انت هتستفيد ايه من ورا الموضوع؟ هل ده مجالك؟ هل انت مكمل فيه؟ ولا انت بس عايز فرحه انك تطلع على المسرح؟
كمال الأجسام ممكن تعمل نتيجة كويسة بشكل طبيعي، محتاجة منك مجهود أكبر، محتاجة منك التزام أكتر، محتاجة ممكن فترة أطول، بس ممكن بشكل طبيعي، وفي ناس عملت أجسام كويسة جدا بشكل طبيعي. ودلوقتي بقى تقدر تنافس في كل الفئات، يعني الفيزيك والكلاسيك فيزيك مش دايما محتاجين حجم كبير، بالظبط، فمش لازم تبقى حجمك كبير عشان تقدر تنافس، تقدر تنافس على كل المستويات. لو رحنا بقى للناس العادية بقى، ناس في الشتاء المرتادي الجيم واللي بيروحوا الجيم دايما، يقول لك في الشتاء الموضوع بيبوظ، بيبوظ في كل حاجة، تلاقي أكل كتير، كسل كتير، إزاي نعمل القصة دي بقى، تعالج القصة دي؟ والناس بتميل للكسل فعلا، بس احنا بنحاول ندور بقى على الحاجات اللي بتحفزهم. يعني اشهر حاجه بحفز فيها الناس ان فورمه الصيف وفورمه الساحل بتعمل في الشتاء، خلاص الصيف جاي، انت لو كسلت دلوقتي هتلاقي في الصيف في حاجات ظهرت هتندم عليها بعدين، فلازم تستغل الوقت اللي احنا فيه دلوقتي عشان تعمل فورمه بتاعت الصيف والساحل اللي بعد كده. ايه اللي المفروض البني ادم الطبيعي ياكله وهو شخص رياضي عايز يحافظ على جسمه؟ ايه اللي يبدا بيه في الفطار، الغداء، العشاء؟ ايه اللي مطلوب منه في الوجبات دي؟ لازم تبقى الوجبات بتاعتي وجبات متكامله، فيها نسبه بروتين، فيها كربوهيدرات، فيها دهون صحيه، وفيها فيتامينات اللي هي خضار او فاكهه. ما ينفعش ان انا اهمل جزء من الحاجات دي. في ناس لما بتيجي مثلا عايزه تخس بتقطع الكارب خالص. قطع الكارب خالص هيأثر على العضلات، هتخسر عضلات، هيأثر على نفسيتك، هيأثر حتى على ذكائك، هتحس ان انت عقلك مش شغال بكفاءه عاليه لو انت قطعت كارب. فما ينفعش تقطع عنصر غذائي، انت لازم تكون الوجبات بتاعتك متكامله، فيها نسبه بروتين، فيها نسبه كارب، فيها نسبه دهون صحيه وخضار او فيتامينز، بحيث ان انت تقدر تستفيد اكبر استفاده. الناس فعلا بيقولوا ان الشتاء الحرق فيه اعلى، ولو عايز تخس تخس في الشتاء، هل ده دي مقولة صح ولا صح؟ عايزين نعرف مدى صحتها يعني؟ انت جسمك بيحاول دايما ان هو يوصل لحاله من حاجه اسمها الهوميوستاسيس، اللي هو دايما بيحافظ على الاستقرار بتاعه. فانت بردان في الشتاء، فجسمك بيحاول يدفي نفسه، فعلشان يدفي نفسه ده بيستعمل سعرات حراريه اكتر، ففعلا الحرق بيزيد. يعني جسمك علشان يزيد درجه حرارته 0.5% بيزيد المعدل الايض او الميتابوليزم بتاعه بنسبه تقريبا 7%. فانت في الشتاء ممكن تحرق سعرات حراريه اكتر لو انت قاعد، ولو اتمرنت كمان في الشتاء في جو برد ممكن تحرق سعرات حراريه قد تصل معدل 30% سعرات حراريه اكتر. الاكل بيختلف في الشتاء عن الصيف؟ لا لا، هي بس يعني في ناس بيقول لك في وجبه ممكن ياكل، في الناس بتاكل اكتر في الشتاء، ده الناس محافظ بتميل عليه ان مع هي تاكل اكتر عشان هي مريحه اكتر، تعبانه اكتر، يعني ما بتعملش مجهود اكتر، فبتحس ان هي جعانه. لكن ما فيش وجبات مفضله في الشتاء، الموضوع كله معتمد على السعرات الحراريه اللي انا محتاجها. بحسب السعرات الحراريه اللي انا محتاجها واطلع منها نسبه البروتين، نسبه الكارب، ونسبه الدهون اللي انا محتاجها على حسب هدفي بقى. انا عايز ازيد فبزود سعرات حراريه من 500 ل 1000، عايز اقل بقلل سعرات حراريه من 500 ل 1000. دايما كده في الجيم لما بيبقى حد مثلا جسمه مش تخين، جسمه رفيع، جسمه متناسق، بيبدا يشتغل على نفسه شهر في التاني في التالت، فيبدا مثلا الكوتش يطلب منه انت في الفتره دي اهم فتره ان انت تاخد فيها سترويد او بروتين او الحاجات دي، تنصح ايه بحد بيتعرض عليه حاجه زي دي؟ اي حد يقول لك خد هرمونات هو عايز يضرك، لا. يعني ما ينفعش حد هو اللي يجي يقول لك خدها. يعني لو انت عايز تاخد هرمونات، لو ده مجالك، لو انت عايز ده وقريت عن اضراره كويس وعلى مسؤوليتك انت الشخصيه، يعني ممكن، انا ما بنصحش بكده ولكن ممكن. لكن حد يجي يقول لك انت خد استرويدز، لا، هو في الغالب هو عايز يكسب من وراك، وهو ما يقدرش يضمن لك الاضرار، محدش يقدر يضمن لك انك مش هتتضر مهما كان علمه ومهما كان خبرته، محدش يقدر يضمن لك انك مش هتتضر. ولكن للاسف دلوقتي في كل مكان بقت الهرمونات جزء يومي من الجيم، يعني انت داخل الجيم فبيديها لك. في ناس بتفطر للاسف. فانت لازم، يعني لو في ناس بتاخد دلوقتي هرمونات من غير متابعه، رجاء وقف، بطل تاخد عمال على بطال، اعمل تحاليل، اعمل تنظيف، وتاكد ان كل حاجه رجعت لطبيعتها. ايه الفرق ما بين الاسترويد او الهرمونات وما بين الجي اتش؟ ولا الجي اتش هرمون؟ عايزين نعرف برضو القصه دي عشان الناس برضو بتتلخبط فيها. جروس هرمون حاجه جسمك بيفرزها ولكن بمعدلات ضئيله، يعني والتستوستيرون برضو او الاسترويدز حاجه جسمك بيفرزها ولكن بمعدلات ضئيله. انت لما بتدخل اي حاجه من بره لجسمك
جسمك مش متأقلم عليها وهي مش جزء من السيستم بتاعه، بيبتدي يحصل مشاكل محدش يقدر يضمن لك مش هتضر. يعني التستوستيرون ممكن يعني يعمل لك يحصل اضطراب هرموني، اضطراب هرموني في حاجات كتير. الجروس هرمون ممكن يسبب مش اضرار عاديه بقى، مشاكل في الكبد او نسبه التستوستيرون يقل، لا الجروس هرمون لو انت خدته وانت عندك اي هيستوري في العيله لحد عنده كانسر، انت هيجي لك سرطان، هيجي لك كانسر. فما ينفعش الناس تاخد الحاجات دي من غير متابعه ومن غير تحاليل. الموضوع كمان بيقول لك ان الجروث هرمون او الجي اتش يعني انه بيستبدل هرموناتك الطبيعيه بهرمونات صناعيه، انت بتدخلها جسمك. بالظبط، الغده اللي داخليه عندك لو فضلت انت تاخد كده عمال على بطال هتبطل ان هي تفرز. فانت بعد كده لما هتوقف ده انت جسمك هيحصل له ديجنريشن في كل حاجه، كل حاجه عندك بقى مستواها هيفضل ينزل والغدد مش هترجع تفرز تاني. طب الناس اللي هم بياخدوا استرويد، بياخدوا الهرمونات يعني، تلاقيهم بيعملوا عضلات بطن بس تلاقي الجلد بتاعهم يطلع بره كده، ايه ده؟ يعني عايز افهمها، يعني انا مش فاهمها. لو انت عندك فكره قصدك تقول لنا البطن ايه ده؟ كلها بتكون لا عاليه كده البطن شبه بتبقى البطولات؟ عضلات البطن يعني مشرخه 100 100، ولكن الجلد بتاع بطنه بيبقى مطاط بشكل كبير جدا. دي في حالات معينه ولا هو ده الطبيعي؟ لان انا بشوفها في كذا حد. الجلد نفسه مطاط، الجلد لما الجلد الدهون اللي تحت بتقل بمعدل سريع والجسم لسه ما تأقلمش على الوضع ده، فالجلد لسه ما بدأش يلم في الفترة الأولانية دي، هتلاقي الجلد فعلا عامل كده. ولكن مع الوقت لو انت حافظت على نفس المستوى هتلاقي الجلد بيقل. طب بما اننا اتكلمنا على البطن، تمارين البطن ناس بتقول لك يعني مش المفترض انك تعمل تمارين بطن كل يوم، هل ده صح ولا لا؟ صح عادي ان انا العب بطن الناس كل يوم؟ بتتعامل مع البطن على انها عضلة مختلفة عن باقي العضلات، هي عضلة لازم العبها كويس ولازم اريحها، لو لعبتها كل يوم مفيش راحة مفيش استشفاء فمش هيحصل فيها تطور، فلازم زي ما هلعبها كويس لازم اريحها كويس. تمارين بقى اللي في البيت يعني برضو تنصح بيه الناس برضو يعني بيتفرجوا علينا، بيبقوا في ناس ما بتنزلش الجيم، بيبقى في تمارين، تحب تقول ايه للناس يستغلوا وجودهم في البيت بس يعملوا تمارين فيه؟ اي حركه في البيت تمرين، الستات اللي بتنظف البيت ده تمرين. يعني عايز تعمل تمرين نفسه فتقدر تفتح يوتيوب، تفتح ابلكيشنز وتعمل تمارين في البيت بوزن جسمك، او تستعمل اي حاجه عندك زي ما حصل فتره الكورونا زي ازايز الميه والحاجات اللي كنا بنتمرن بيها دي. فاللي عايز يتمرن هيلاقي طريقه يتمرن بيها وهيلاقي وقت يتمرن بيه. خلي بالك مصطلحات كتير قوي الناس بتلخبط فيها، يقول لك مثلا ستات او بنات كتير ما تروحش الجيم، يقول لك هنروح نعمل عضلات، فبيبقى عندهم سوء فهم لحته اصلا الجيم والتعامل معاه. تشرحها لنا بقى القصه دي مين فين؟ فكره ان انا او كلمه ان انا اعمل عضلات هي حاجه مش وحشه، لكن البنات فاكراها ان انا هعمل عضلات شبه الرجاله فشكلي هيبقى شبه الرجاله. في يعني الصور اللي منتشره للبنات اللي عامله عضلات شبه الرجاله دي بنات بتاخد استرويدز، ولكن ان بنت تعمل عضلات في الجيم دي حاجه مش وحشه، العضلات هي اللي بتعمل الشيب. حتى في الفتره اللي انا بخس فيها لازم برضو اعمل تمارين مقاومه علشان اعمل عضلات، والعضلات زيادتها مش هتكون زي ما الناس متخيله ان انا اروح امسك دمبل اعمل مجموعتين فهيطلع لي عضلات. فمهم ان انا اعمل عضلات في الجيم ولكن مش زي ما الناس فاكره ان شكلك هيتحول لولد، بالعكس العضلات هي اللي هتعمل لك الشيب عشان لما تخسري فات نوصل لمرحله التونينج. الناس دايما بتقول عايز اعمل تونينج، التونينج عباره عن ان انا هنزل فات وهزود عضلات في نفس الوقت عشان الجسم يبقى مشدود. طيب الناس اللي هي بتروحش الجيم وبتبقى بتقول لك بقى السنه بتمشى، بمشي كتير، لو هيمشي بغرض ان جسمه يستفيد، مفترض يمشي بانهي طريقه؟ يمشي لمده قد ايه؟ برضو نعرف الناس عشان يستفيد. بص الجنرال ريكومنديشنز بالنسبه للكارديو من 75 ل 150 دقيقه في الاسبوع على حسب شده التمرين بتاعي، فانا هقسم الوقت ده على ايام الاسبوع، ده اللي انا اقدر اعمله، يعني 30 دقيقه في اليوم 20 دقيقه في اليوم وهكذا على حسب الايام اللي انا اقدر اتمرن فيها ايه، من 75 ل 150 دقيقة كارديو في الأسبوع. لكن مش بالمرة، يعني إن أنا أمشي مثلا مرة لازم مثلا نص ساعة 30 دقيقة أو 45 دقيقة لا لا، عشان أستفيد. الأفضل الاستفادة إن بتبقى أنا على المدى أقسمهم البعيد. أحسن، ممكن أزود في المرة على حسب شد، يعني لو أنا هزود فأنا هقلل عدد الأيام اللي هتمرن فيها مثلا، ولكن أنا علشان أحرق فات خصوصا مش إن أنا أحسن الفيتنس ليفل بتاعي، فأنا المفترض إن الكارديو بتاعي مدته توصل 30 45 او ساعه تدريجيا. كل ما زادت مده التمرين
بشده بسيطه، فكل ما انا حرقت دهون اكتر. التمارين عامه، يعني انت شايف تمرين مثلا الترتيب بتاع العضلات في الاسبوع مثلا، المفروض الانسان الرياضي او اللي عايز يظبط الشيب بتاع جسمه يتمرن كام مره في الاسبوع، ويبدا بعضله ايه ثم ايه ثم ايه؟ على حسب الهدف، على حسب المستوى، على حسب الايام المتاحه عندي. انا بقسم برنامج التمرين، مفيش حاجه مفروض، مفيش حاجه ثابته تطبق على كل الناس. بروجرام او برنامج المفروض يتعمل بما يتناسب معاك انت. طب مفترض ان حد عنده 6 ايام ممكن يتمرن فيهم، ويوم واحد هيبقى اجازه. طيب 6 ايام ما ينفعش حد يتمرن 6 ايام الا لو كان مستوى متقدم، يعني بقاله اكتر من سنه سنتين بيتمرن. مفروض يبدا بايه؟ برضو مفيش مفروض، مفيش حاجه ثابته. ممكن اعملها بكذا طريقه، ممكن اتمرن عضله واحده في اليوم، الشيست في يوم، الباك في يوم، الليجز في يوم، الشولدر في يوم، والدراع في يوم، ويوم مثلا للكور، وهكذا. ممكن اقسمهم على يومين واعيد تاني من الاول. ممكن اعمل بوش بول ليج، يوم بوش ويوم بول ويوم ليج، واعيد تاني بوش بول ليج. مجموعه من مجموعه من العضلات مع بعض، البوش اللي هو الشست، الشيست مع الشولدر مع التراي، الحاجات اللي فيها دفع، كل حاجه فيها دفع. والبول العكس، الحاجات اللي فيها سحب، الظهر والباي، الترابيزيس، واليوم الثالث الليجز، وبعدين بعيد من الاول. بس ده المستوى المتقدم. في ناس بتشرب حاجات وهي في الجيم، يعني في حاجه صح في حاجه غلط؟ من يعني مثلا حد بيشرب عصير، حد بيشرب البروتين، ده طبعا حاجه مختلفه، عصير او ميه، شايف ايه الاصح يعني؟ هو الاهم الميه. انا جسمي بيفقد ميه وانا بتمرن، فانا محتاج عشان ما يحصليش ديهايدريشن. الديهايدريشن ده ممكن يؤدي نبضات قلبي هتعلى، لان القلب محتاج يضخ دم اكتر عشان يوصل الدم للعضلات. هيحصل لي دوخة، هيحصل لي فتيج أو تعب، مش هقدر أكمل التمرين، فلازم يكون في مية. لو أنا أشرب مشروبات أو عصاير، فهي هتكون العصاير اللي فيها المينرالز والإلكترولايتس، اللي هم الأملاح المعدنية والمعادن، لأن الجسم بيفقدهم من كتر فقد الحاجات دي. لو أنا ما شربتش حاجة فيها مية أو فيها أملاح ومعادن، ممكن يحصل لي كرامبات أو فتيج، أو إن الهارت ريت يعلى زي ما قلنا، فما أقدرش أكمل تمرين. فالمفروض ما أوصلش للمرحلة دي. طب لو حد مثلا بيتمرن معاك بيستنى منك نصيحة مثلا، وتقول له على تنصحه ياكل ايه قبل التمرين؟ يعني ايه اللي ياكله قبل التمرين؟ ايه اللي ياكله بعد التمرين؟ وبوقت قد ايه؟ قبل او بعد يعني؟ طيب احنا قلنا ان الاكل مفيش اكلة معينة هي الافضل، ولكن المفروض يكون في وجبة متكاملة قبل التمرين بساعتين او ثلاثة كحد اقصى. لو انا داخل التمرين مباشرة، فانا محتاج كربوهيدرات اللي هي بتقول عليها لو جلايسيميك، اللي هي هتدخل يعني مجرى الدم بسرعه وهتروح للعضلات بسرعه، او ميديوم جلايسيميك، حاجه زي الموز مثلا، زي التمر، زي البطاطا، زي في ناس كتير بتنصح بالبطاطا قبل التمرين، كويسه جدا برضه. مع قهوه، لان الكافيين هيفوق الجهاز العصبي بتاعي، فهيأدي افضل في التمرين. بعد التمرين برضه هتكون وجبه متكامله فيها كربوهيدرات، فيها بروتين. مفيش اكله بعينها هي الافضل، ولكن المفترض ان يكون في وجبه كامله قبل التمرين وبعد التمرين، في وجبه علشان اعوض الحاجات اللي انا فقدتها، وابتدي عمليه الاصلاح، لان التمرين هدم. انا بعد التمرين ببتدي عمليه الاصلاح، العضلات بتتصلح، فبتبتدي البناء اشحن بقى أو تاني اللي انا فقدته في التمرين. بالظبط. طب قبل التمرين بقد ايه؟ يعني اكل قبل التمرين مثلا بقد ايه؟ ساعتين ماكسيمم ثلاثه. طيب وبعد التمرين؟ اختلفت الاقاويل فيها. ايوه بالظبط. اختلفت الاقاويل فيها. في ناس بتقول لا انا في التمرين في هرمون الجي اتش بيعلى، فانا محتاج وقت شويه بعد التمرين عشان ابتدي اكل، لان الاكل لما هاكل هبتدي ادخل او هيبتدي الانسولين بتاعي يعلى، والجي اتش والانسولين ما بيشتغلوش في نفس الوقت بكفاءه عاليه. فاختلفت الاقاويل فيها، ولكن هي مش هتكون اكتر من نص ساعه ابدا انتظار بعد التمرين عشان اقدر اكل. ايه الاكل اللي بعد التمرين بقى؟ شايفه ايه بقى يعني؟ مشويات كارب. شايف ايه بقى الموضوع كده كده لازم مشويات. احنا قلنا مفيش حاجه مقليه، مفيش حاجه مقليه، مفيش مأكولات سريعه، مفيش شيبسيات، مفيش بيبسي، كل الحاجات دي ممنوعه. فكده كده هتكون حاجه مشويه او مسلوقه يعني، بس لا يفضل انها مسلوقه، لان طعمها مش بيكون افضل حاجه. فمشويه باي طريقه كانت، في الجريل، في الشوايه، معاها ايه بقى؟ معاها كارب،
برضو الكارب يكون يا ميديوم يا هاي جلايسيميك، مش كارب بطيء. زي ايه في الاكل؟ زي الرز، زي البطاطس. الناس هتفهم اكل مش هيفهموا. زي الرز، زي البطاطس، زي البطاطا. الحاجات اللي هي الحاجات العاديه بتاعتنا. بس مش شوفان مثلا، مش توست بني، مش عيش سن، مش حاجه بطيئه في الامتصاص بتاعنا، محتاج حاجه سريعه عشان تدخل جسمي بسرعه. كويس انك قلت كلمه مش شوفان. الشوفان ده بقى الناس بتتكلم عليه كتير جدا في الفتره الاخيره. اقول لك في ناس بتقول الشوفان بيبني العضلات، وفي ناس بتستخدم الشوفان للتخسيس. انا محتار بقى ما بين دول ودول، وانا اصلا ما بحبش الشوفان عامه. يعني اي اكل ممكن يعمل الاثنين على حسب كميه السعرات الحراريه اللي انا باخدها. الشوفان ما فيهوش حاجه سحريه يعني. الشوفان بس كويس في التخسيس لانه بطيء في الامتصاص وفيه الياف، فبيحسسك بالشبع لمده طويله. حلو. طب فدي فايدته في التخسيس. ولكن هو نفسه مش بيخسس. وهو نفسه مش بيعمل عضلات، هو مصدر كارب غني بالالياف، فانا محتاجه في النظام الغذائي بتاعي. فهو لحاله كده مش هو اللي حاجه سحريه، ولكن ممكن اعمل بيه ده وممكن اعمل بيه ده. في ناس بقى بتاخد عيالها الصغيرين عايزين يودوهم الجيم، اطفال صغيرين يعني. انت بتنصح بان السن يبقى قد ايه عشان الطفل يخش الجيم؟ طيب قول لنا بقى. اي حد يقدر يخش الجيم، طفل من حتى من 4 سنين. اي حد، انا بقول لك اي سن. من سن كام؟ ممكن من 4 سنين. بس هو على حسب هيدخل الجيم يعمل ايه. ما ممكن يدخل الجيم يعمل كلاسز، هيعمل حاجات بس كده، حاجات عامه، هيعمل حاجات فيها مرح شويه وفيها حركه عامه خالص. بنطور عنده في السن الصغير ده المهارات العصبيه، حاجه زي التوافق، حاجه زي الاتزان، ولكن مش هيشيل اوزان. يبتدي يشيل اوزان ويعمل تمارين مقاومه مع بدايه سن البلوغ، بدايه ان نسبه التستوستيرون بتزيد في جسمه. فبدايه من 16 سنه 17 سنه اقدر اعمل تمارين مقاومه واعمل ازيد عضلات يعني، او ازود قوتي. طب اللي يعمل قبل كده ممكن يأثر على النمو بتاعه، لأن عضلاته العظم بتاعه لسه ضعيف. فممكن الإصابات تكون كتير جدا في المرحلة دي. لكن النصيحة انه مع سن البلوغ حتى في جيمات كمان ممنوع انك تدخل الجيم لوحدك من غير مدرب لو انت اقل من 16 سنة. هل في تمارين مثلا لمراحل سنية معينة، يعني مثلا العشرينات والثلاثينات ليها اوزان او تمارين معينة غير الخمسينات غير الكلام ده؟ الى حد ما. بص، اي تمرين ليه كذا مستوى، ليه مستوى بدائي. ناس بصراحه الناس سنها كبير وبيبقوا متحاملين على نفسهم عشان يشيلوا وزن معين. انا بحس ان ده بيضرهم، ما بيستفيدوش يعني. طب هو مستوى ايه؟ هل هو بيلعب اصلا طول السنين اللي فاتت دي وبعدين وصل دلوقتي ان هو بيشيل، ولا هو لسه جاي الجيم جديد في سن كبير وبعدين عايز يشيل كتير؟ بيعافر. في الوقت ده يبقى غلط. ده غلط. لكن لو هو مستواه يسمح بده ماشي. اي تمرين قلنا ليه مستوى بدائي، ليه مستوى اساسي، وليه مستوى اقدر اصعبه بيه. فكل حاجه على حسب مستوى الشخص اللي قدامي، انا بديله الحاجه المناسبه ليه. في السن الاكبر ممكن الاستشفاء بتاعه اضعف، فيحتاج فترات راحه اكبر او عدد ايام تمرين في الاسبوع اقل، لان الاستشفاء بتاعه اقل. ولكن مفيش تمرين معين او شده معينه، لان الشده دي نسبيه، اللي بالنسبه لي سهل ممكن بالنسبة لحد تاني يكون صعب. فما اقدرش اقول كلمة عامة كده ان الناس كبيرة ما تقدرش تشيل اوزان تقيلة. لا، لو ده مناسب لي ممكن اعمله، مش مناسب لي يبقى لا. طيب الانسان الطبيعي اللي داخل الجيم محتاج وقت قد ايه؟ لو هو مثلا جسمه مش ما فيهوش دهون كتير، محتاج وقت قد ايه عشان يوصل لشيب مختلف؟ بس هو السؤال ده دايما ما بحبش اجاوب عليه، هو سؤال مطاطي عشان كده قلت لك جسم ما فيهوش دهون كتير، يعني جسم انا مثلا كده محتاج قد ايه؟ انا مش محتاج على فكره، خلي بالك مش شايف الدراع. شايف. بص، علشان تلاقي نتيجه عموما في الجيم يعني انت ما بين 6 شهور وسنه، لكن ما فيش وقت معين. ما ينفعش تقول انا هعمل عضلات قد ايه في الوقت ده. هو على حسب التزامك انت، اتمرنت كويس، كلت كويس، نمت كويس، عملت استشفاء عموما كويس. ان كلمه استشفاء تشمل حاجات كتير، منها الاسترتشات، النوم، التغذيه، الساونا، المساج، كل دي حاجات ضمن الاستشفاء. فلو انت مهتم بكل ده هتعمل نتائج كويسه. لكن مفيش، ما اقدرش اقول لك رقم معين يعني، ما اقدرش اقول لك هتزيد قد كده. 4 شهور 6 شهور، لا مفيش حاجه معينه. طيب في ناس بتخس بيبقى شكل جسمها اختلف ولكن الميزان بيبقى هو هو، ده تفسره بايه او ده بيبقى ايه؟ الناس بتفكر دايما ان انا انزل وزن مش انزل دهون.
صح ان انا افكر ان انا انزل دهون في حين ان انا بحافظ على العضلات او بزود العضلات. فموضوع الوزن المثالي ده اكذوبه يعني. المهم بالنسبه لي الشكل، مش مهم الميزان. في طرق تانية اقدر اقيس بيها، لبسك قيس بيه، ميزانك ثابت بس هتلاقي لبسك اتغير. ممكن بناخد مقاسات بالمتر من مناطق معينه عشان اشوف المنطقه دي قلت قد ايه الدهون فيها او زادت قد ايه العضلات فيها. فما فيش ميزان معين هو الافضل. فالافضل او الصح ان انا انزل دهون، مش ان انا انزل وزن وخلاص. النزول ده كان في ايه او الوزن ثابت ليه؟ هل في عضلات زادت؟ ان المفروض وانا بخس برضو اعمل تمارين مقاومه عشان ما تنزلش معايا العضلات، ما افضلش مركز على الكارديو بس وعلى الدايت بس، لازم يبقى فيه برضو جزء من تمارين المقاومه عشان العضلات ما تنزلش. ايه تمارين المقاومه دي؟ اللي هي التمارين اللي باوزان، الريزيستنس تريننج، التمارين بالاجهزه، التمارين بالدمبلز، التمارين اللي فيها يعني حاجات انا بقاومها بجسمي. طب بت 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 بتقول ايه على الفيديوز اللي منتشره بقى ايه لناس هم موجودين في الجيم بس تلاقي كل تمارينهم اللي بيصدروها للفانز بتوعهم او للجمهور للعامه ان هم بيعملوا فتنس بس، ان هم بيعملوا سويدي اللي هو تمرين سويدي الحركات، تمرين البطن مش عارف ايه والجري بص تفسر ده بايه يعني؟ دول بيهجصوا وبيكذبوا. يعني مش عايز اقول بس مصطلحات وحشه. السوشيال ميديا كلها السوشيال ميديا كلها اكذوبه. يعني ما تصدقش اي حد بيصدر لك اي حاجه حتى بعيد عن الفتنس. ما تصدقش اللي بتشوفه، انت ما تعرفش ورا ده ايه. هو بس ده من اجل ان هو يوصل لفئه معينه او يوصل صوره معينه. فمش اي حاجه تشوفها على السوشيال ميديا تعملها سواء. ايه النصيحه اللي تقولها للناس بخصوص السوشيال ميديا يعني؟ لا الناس اللي بيتابعوها مثلا وعاملين عضلات والكلام ده كله وبيقول لك ده من الفتنس من الرياضه، انت ممكن ما تقلدش وخلاص. هو ممكن تبقى حاجه مناسبه ليه مش مناسبه ليك. فما مش اي حاجه تشوفها على السوشيال ميديا حتى لو كان بيعملها بطل او حد جسمه حلو جدا انا اقلدها وخلاص. لازم اعمل الحاجه المناسبه ليا انا. ما ينفعش ان انا امشي وراي حد وخلاص. ما تمشيش ورا حد، دور اعرف ده بيتعمل ليه، ده مناسب ليا ولا لا، الهدف من ده ايه. ما تقلدش وخلاص. محمد شرفتنا ونورتنا وسعيد جدا باللقاء معاك ومعلومات اللي انت قلتها الكتيره جدا. اشكرك جدا. عفوا. كان معانا الكابتن محمد الجندي مدرب اللياقه البدنيه وبطل الكلاسيك فيزيك. شرفنا ونورنا في سهم وقوس وفي برنامج نهارك ابيض. خلصت حلقتنا، على امل اللقاء ان شاء الله في حلقه جديده من نهارك ابيض. الى اللقاء.